كنت عايزه مصلحتك يا كبير، والله العظيم كنت عايزه مصلحتك. بيسأل على مين؟ عمتي وابنا. طب خش تجو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. يا مرحبا يا بهوات. تشربوا ايه يا بهوات؟ متشكرين يا حاج، احنا مش جايين عشان الضايف. لا ده برضو ده كلام، لازم تشربوا حاجه. ماشي، كوبايتين شاي. اعمل الشاي يا اميره. اهلا وسهلا يا بهوات. خير؟ خير يا حاج. مقدم نادي التوني والرائد محمد غربال للمباحث الجنائيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هي لمؤاخذه دينا بنت اختي، يعني حصل منها حاجه؟ لا ما حصلش حاجه، بس يعني عملت حاجه، اتكلمت مع حد حصل حاجه. اصبر بس يا حاج عشان نعرف نتكلم. تمام زي ما شايف. اتفضل. انا جاي عشان اسالك، دينا هترجع امتى؟ ايه اللي يخليها ترجع السعوديه؟ هو مش ده بيتها؟ بيت خالها يعني بيتها. تاجي وقت ما تاجي، بس هي من يوم ما اتجوزت الراجل العراقي ده وهي ما كانتش خالصين. أميرة بنت الكبيرة في تانية كلية التجارة. تعالي يا أميرة اقعد. اقعد يا بابا. قولي لي يا أميرة، بتشوفي دينا بنت عمتك؟ اه ساعات، يعني لما بتأخر في الكلية بروح أبات عندها. طب ممكن يا أميرة تكتبي عنوانها هنا؟ اوكي. قولي لي يا أميرة، أنت لما بتروحي عند دينا بقى بتشوفي مين؟ يعني مفيش غير نوال اللي بتشتغل معاها. يعني مفيش مرة مثلا شفتي جوزها؟ لا لا، ده على طول مسافر، وانا يعني قبل ما بروح بعمل تليفون عشان لو هناك يعني ما اروحش عشان انا بتحرك. طيب سؤال اخي يا اميرة، هي دينا لسه ليها علاقة باصحابها اللي ساكنين هنا؟ يا باشا ملهاش صحابات ولا حد يعرف انا حاجة. دي كان ليها اصحاب كتير قوي، بس يعني من ساعة ما جوزها الاولاني اتقطعت اخباره وهو في ليبيا، هي ما بقتش بتحب تشوف حد ولا بتحب اي حاجة تفكرها بيه. اصلها كانت بتحبه قوي، وعنها سابت الكلية وسابت البلد كلها وهجت مع نوال صاحبتها على لبنان، وهناك بقى اتعرفت على جاسم ملياردير كبير قوي ورجل أعمال كمان. طيب ماشي، متشكرين جدا. يلا يا باشا، بس لو تقول لي بس دينا عملت ايه بس. طمن يا حاجة طمن. يعني لازما بلسانك الزالف دي تحكي لهم القديم والجديد. وانا يعني كنت فتحت بقي. استرها يا رب، عاملة ايه؟